الاحتفال هو الأغرب في العالم، لا مجال للخوف من الموت في هذا اليوم. اليوم مختلف بزاف على باقي الأيام في فاراناسي، المدينة المعروفة بمدينة الموت في الهند. واليوم بالضبط ممكن تشوف الموت صوت وصورة في هذا الحدث المقدس عند الهندوس. المدينة في هذا اليوم كتخليك تحس بأنك شخصية فيلم ديال الرعب، مناظر حقيقية وطقوس بعيدة على المنطق. إخوان مرحبا بكم في فيديو جديد في فاراناسي. آخر فيديو شفتو معايا تصور في 18 فبراير، وحنا اليوم في 4 مارس. هاد المدة كاملة بقيت في هاد المدينة كتسنى هاد المهرجان، المهرجان اللي فيه واحد الحاجة في شكل حاجة اللي غريبة، حاجة اللي ما عمرك غتشوفها. متأكد أن 100% فيكم عمرهم شافوا هاد الحاجة اللي غادي نبارطاجي معكم في هاد الفيديو. غالبية الناس فيكم عارفين المهرجان ديال الألوان اللي معروف في الهند، اللي كيحتفلوا فيه بزاف ديال المدن هنا في الهند، ولكن المهرجان ديال اليوم المهرجان اللي كيكون في فاراناسي حاجة مختلفة بزاف. غادي نصور لكم واحد المهرجان اللي في بلاصه ما يضربوا بالالوان كيضربوا برماد ديال الاموات. الاخوان تخيلوا واحد الحاجه اللي غريبه بزاف. غادي نحاول نبارطاجي معكم بواحد الطريقه اللي نحاول ندخل بيناتهم، واخا واحد الحاجه اللي مقززه شويه. راكم عارف كتعرف راسك انك في وسط ديال الرماد ديال الاموات، وهاد الناس بالنسبه لهم حاجه عاديه، ولكن بالنسبه ليا انا والثقافه ديالي حاجه اللي غريبه بزاف مختلفه بزاف. ولكن الاخوان ما عندي ما ندير، هذه خدمتي، خصني نقوم بهذه المهمه هذه ونبارطاجي معكم هذا الفيستيفال هذا اللي متاكد غادي تشوفوا فيه شي مناطق عمركم شفتوهم في الهند. فالمهم خليكم معايا. المهرجان عمري سمعت به من قبل، ولكن في يوم من الايام تصادفت مع فيديو فيه طقوس غريبه. هادشي علاش قررت نرسل رابط الفيديو لصديق الهندي اللي تعرفت عليه في رحله نيبال باش يعطيني فكره على هذا الاحتفال. اي برو، هاو يو دوين؟ هوب يو ار فاين. كان يو بليز تشيك ذا يوتيوب فيديو ذات اي سنت يو؟ اي ثينك اتس ا هندو فيستيفال. ات ليست جاست جيف مي ذا نيم اوف ذا فيستيفال اند ذن اي ويل سيرش اباوت ات، بيكوز اتس سمثينج سبيشال فور مي، يو نو. I just saw some videos about it, something crazy, and you know, because this is what I'm looking for, and it's something special, unique. So yeah, just let me know, bro. Thank you. ولكن الإجابة كانت أنه ما عندوش فكرة على هذا الاحتفال. هذا الشيء كان في بداية رحلتي في الهند، ومن بعد قررت نكمل الرحلة ومشيت لمناطق مختلفة. وفي يوم من الأيام سمعت على مهرجان كيحتفلوا فيه الهندوس بزواج الآلهة، واللي فيه طقوس غريبة، واللي كيكون في مدينة فاراناسي. هادشي علاش قررت نرجع للمدينة بعد في تصوير المهرجان واللي شفتوه معايا في الفيديو الفايت. وشاء القدر أنني ندخل في حوار مع أحد سكان المدينة وعطيته يشوف الفيديو اللي لقيت في يوتيوب، والجواب كان الجواب اللي كنت كنبحث عليه هاد المدة كاملة. قال لي أن الاحتفال كيكون في شهر مارس وبالضبط في اليوم الرابع. وهنا بطبيعة الحال قررت نبقى في المدينة باش نشوف الاحتفال ونشاركه معاكم. الاخوان اللي شفتو معايا بزاف ديال الفيديوهات على فاراناسي، هنا فين كيحتفلوا، هنا كتلقى الموت واحتفال بلاصه وحده، حاجه اللي غريبه بزاف. هما الاحتفالات بداو، هنا مازال كيحتفلوا بالالوان، من بعد عاد غادي يبداو الاغوريين، وتما عاد غتشوفوا واحد المناطق اللي كتخلع ديال بصح. على بعد 10 امتار من هنايا كتلقى الناس كتحتفل، واحد التراخط بزاف هاد النهار هذا، وكتحس انه واحد الاحتفال كيجمع بين الحياه والموت. على منظر الاخوان هذا اللي كتشوفوا مرايا، رجليه كيبقاو يتحركوا حتى كيوليو خضرين، وكتشوفهم كيبقاو يتجمعوا. هما دابا كتسنى غير الاحتفال الاخر يبدا الاخوان، حيت هذا ديال الالوان كيبان لي شي حاجه عاديه، كنتسناهم كيبداو بمهرجان الالوان حيت حتى هو مقدس بالنسبه لهم. عاد من بعد عاوتاني كيجيو الاغوريين كتلقاهم بواحد الشكل كيخلع بزاف، تما عاوتاني كيديروا واحد الرقصات واحد الطقوس مع الاموات هنايا. هانتوما دابا دخلت لوسط ديال مهرجان الالوان. Yeah.
الجيم ولكن راه كتسنى يخرج والسحام وهنايا تبقى كتشوف بلادو حتى يخرج ونوريه لكم. غادي نولي شوف هاد البيض غادي نولي مع المتوحش غادي نصور لك. اما زعما الا بقيتي تحاول تبقى نخي وتبقى هذوك الفويس اللي فيهم بحال هاد البشر ما تصور والو. دخلت لي هذا الغبره هذه للكاميرا سوري اش من صوره هادشي اللي قلت لكم شكون معاه متوحش انا واقف في الطريق هو حاد الراس حتى يتبع لي اش جا تقول هذا اش معاه خير والو هذيك ما تقول لهم دخلت الوسط وخصك تولي بحالهم. دابا جيت لواحد البصل فوق هنا نشوف البيت كيفاش داير. Yeah.
مازال ما بدات تخمن هاد الاحتفال اللي جيت انا نصور هادشي كامل غنقدمه لا مارش كاع ابراهيم فين راه بداية الاحتفال كتكون بوصول هذا الشخص الغريب فوق هذا البقر واللي كتعتبر مقدسة عند الهندوز. هذا الشخص كيحاول يمثل شخصيات إله الهندوس شيفا كإحياء القصة هذا الاحتفال واللي كترجع ملايين السنين حسب المعتقدات الهندوسية بالضبط بعد زواج شيفا بالآلهة بارفاتي. والقصة كتقول أن الزوجين احتفلوا بين رجال الألوان مع جميع فئات المجتمع باستثناء الأغوريين أو أكلوا لحوم البشر اللي كانوا كيعيشوا في أماكن منعزلة وبعيدة على الناس حيث كيسببوا لهم الرعب بسبب أشكالهم المخيفة ورماد الأموات اللي كيستعملوا. هادشي علاش قرر الإله شيفا يمشي لعند الأغوريين ويحتفل معهم برماد الأموات عوض الألوان باش يثبت الحب ديالو لجميع فئات المجتمع وأنهم سواسية عنده. ومن بعد هذه القصة الأغوريين ولات عندهم مكانة مقدسة عند الهندوس وفي هذا الاحتفال الشخصيات اللي كتمثل الأغوريين كتكون عندهم مكانة كبيرة وكيلقاو اهتمام من الناس كيف ما غنشوف في اللقطات الجاية. إخلاء الطريق لهذه الفئة هو تعبير على المكانة اللي ولات عندهم من بعد ما احتفل معهم الإله شيفا برماد الأموات وحولهم من أشخاص منبوذين إلى أشخاص مقدسين وعندهم مكان أكثر من الهندوس العاديين.
ديال الالوان اللي كتعرفوا والمهرجان ديال رمضان ديال الاموات اللي كيسموه مصان هولي. هما دول الاخوات باش دايرين علاش بالضبط كيتضربوا بالرماد ديال الاموات؟ واحد دابا سولتو قال لك باش كتواجه الموت الحاجه اللي كتخلعنا كاملين اولا كتخلعوا هاد الاغلبيه ديال الناس هي الموت. كنخافوا من الموت كنخافوا كنخمو في داك النهار فاش غيتموت ولا فاش غادي يموت لك شي واحد من العائله ديالك. هما كيختاروا انهم يضربوا بالرماد ديال الاموات باش ما يبقاش عندهم واحد الخوف من الموت. كتولي مركز على شي حوايج اخرين في الحياه ديالك تعوض انك تبقى تفكر في الموت وكتخاف منه. هذا هو الهدف الرئيسي من انهم بقاو يضربوا بالرماد ديال الاموات. غنوريكم واحد هنايا الزواد العظم فيه اللحم ديال واحد كان تيتحرق. مشى لاحف الواد وتخيل دابا بلاصه بحال هادي كيبقاو يعوموا فيها العظم ديال هذاك تيعوم تمايا. عظم كيقطر بالزيت عرفتو عظم مشوي عظم هو داك كيغسل يديه وجنبيه هنا واحد ميت. اجي لهنا راه ماشي ما غاديش تبقى تخاف من الموت ما غاديش تبقى تخاف من حتى شي حاجه. خلبك غادي يولي حزره كتشوف واحد المناظر وكتشوف الناس عايشين العادي. كتلقى واحد هنايا ميت منشور ميت ها هو ووحدين الجنب ديالو كيحتفلوا وكيغنيو وعايشين الحياه. راه ما يمكنش هذا فاراناسي ما يمكنش ما يمكنش عاد وحدين هنايا كيقوموا بالمراسم ديال الجنازه. واو
اختار بقرة محتفلة أول. جا إبراهيم صاحبي أنت ما كملتها مع التصوير. أنا معاك أنا صاحبي. وري من البقرة وري من البقرة. وريتها لي وصورتها. هاهي. كلشي غرس هنايا. الرماد ديال الاموات الرماد ديال الاموات راه ماشي زعما كنزيدو فيه ولا مبالغه راه كيجمعوا من هنايا كيجمعوا داك الرماد اللي بارد كيجمعوا فواحد الخناجيل وكيفرقوا فواحد الميكات واحد البلاستيكات صغار وكيبقاو يرشوا على بنادم تما راني وريتكم قبيله واحد كان تيجمعوا وكيبقى يخش به الناس الحاجه اللي ما تسمعها في الاول ما دخلش البال ولكن شنو نقول هذا هو الفيديو اللي غادي نختم به الرحله ديالي في غراناسي ما عرفتش واش غادي نعاود نرجع لهاد المدينه ولا لا اليوم هو اخر نهار عندي تران اليوم بالليل احسن حاجه نختم بها هاد المدينه هادي العجيبه نختمها بواحد الحاجه اللي بشكل بحال هادي المهم هو دا ابراهيم يوتيوبر حتى هو انا غادي نخرج من الهند هو يلا وصل غادي يروح بلاصتي في الهند غادي نحط لكم الميل كنت كتشوف هاد الفيديو من يوتيوب غادي نحط لكم لاشين ديال في الديسكريبشن كنتي كتشوفو من فيسبوك غادي تلقى السميه ديال الباج ديال الفوق دخلوا لعندو هو اللي غادي يروح بلاصتي في الهند غادي يوريكم الهند بالطريقه ديالو غادي تشوفوا عاوتاني شي حوايج بشكل اخر صوالي غادي نوريو الهند عاوتاني بدينا الهند اغرب احتفال مع الموتى الله يجيبها غيره هو بداها اغرب احتفال انا غنسالي اغرب احتفال كما تلقاو لاشين ديالو في الديسكريبشن دخلوا لعندو تابوني وعندو احترموا شي فيديوهات ناضيه بيس انت لو عشان الهنود انا مبغاوش يوقفوا من هاد الاحتفال هذا حتى بقى كيجي البوليس وكيقول لهم ساليو وكيطير عليهم بالعصا اما الهنود في هاد الاحتفالات تلقاهم 24 ساعه ما غاديش يوقفوا غادي تلقى لهم المزيكا غادي يبقاو يشطحوا ولكن دابا المهم راه جا البوليس بقاو كيفرقوا علينا هاد الزقه هادي حيت هاد الاحتفال كيدور من 10 ديال الصباح حتى الزوج ودابا تقريبا راه الساعه ما حبي حبيت راه قايلين هكا يا مالك اصاحبي ام كالي وباغي يهضر معايا في نفس الوقت هما هادو اللي هنا كيساليو كيديروا الختام ديال الاحتفاليه هاد الاحتفال مخلط ما بين الهولي كالر الاحتفال ديال الالوان والاحتفال ديال رماد الاموات كيجمعوا بيناتهم بجوج ولكن اغلبيه الناس اللي كيجيو لهنا بحال هاد الاحتفال هذا ما غاديش تلقاه في بلاصه اخرى في مدينه اخرى في الهند من غير فاراناسي الاحتفالات ديال الالوان تقدر تلقاهم في كاع المدن كيحتفلوا بهم في هاد الايام ديال الربيع اللي ما كيحتفلوا به في الايام الاولى ديال الربيع من البدايه تقريبا الاسبوع الاول ديال شهر مارس غادي تلقى فيه هاد الاحتفالات ولكن هذا ديال رماد الاموات كيكون اليوم في 4 مارس النهار الوحيد كيساليو فيه هاد الاحتفالات هادو كانت هادي احسن حاجه نختموا بها الرحله ديالنا في فاراناسي تصور معاه هادو هادو المهم كما قلت لكم مخلطين ما بين المهرجان ديال الالوان والمهرجان ديال رماد الاموات انتم كتشوفوا كتفي ليسر فيه الرماد وعاوتاني الالوان فوق شعري المهم بجوجو في فرنسا ممكن تلقاو ولكن هادشي ما غاديش تلقاه في مدينه اخرى اصلا بعد العمر في النار مقدس عندهم فما بالك اليوم خصو يكون ملطخ بالالوان كيجي بنادم ما فيه ما يتسنى حتى يمشي لدارهم ويدوش كيدوش هنايا عاد يمشي دابا تخيل هادو عامرين بالرماد ديال الاموات وكيعموا في الواد اللي وريتكم قبيله هذاك العفي ذاك العظم المزيد ديال ذاك اللي مات واحد الحاجه راه ما يمكنش العقل يتقبلها هانتوما كتشوفوا اوكي المهم نمشي نشوف في حاله نسالي واد النهار هذا عرفتوا الاخوان مع الحراره ديال النهار بعدا وزيد الحراره ديال ديك المحرقه جبنا غير الماتيري ديال التصوير ونسينا البسطه ما جبنا لا فلوس لا والو يبسنا وشحتنا بغينا غنشربوا وما جبناش الفلوس ها هو كان عنده شي صريفه شرينا السيتر ديالي مالي وانا السيتر ليا ديب فالينا فيه اما راه على جفاف هنايا جينا من 10 حتى 2 صورنا لكم داكشي اللي ممكن نصوروا درنا فوق من جهدنا راه كنشوفوا واحد الحاله الاخوان راه كتدخل مع بنادم الله ماني ثانك يو ماني لقيتو لراسي كتشوف خاصك تدخل معاهم باش تاخذ واحد اللقطات مزيانين والاخوان حاولنا ندخلوا معاهم وسط الاحتفال ديالهم ما بغيناش نبقاو غير كنشوفو من بعيد دخلنا للوسط عشنا معاهم الاجواء المهم داكشي اللي كان راكم شفتوه واحد الحاله تما كان بنادم بالعشرات بالالاف بالمئات ديك 100 متر اللي قلت لكم فهادشي اللي كان الاخوان كنتمنى الفيديو يكون عجبكم وما تنساوش لاشين ديال ابراهيم والباج ديالو ديال الفيسبوك الفوق هادشي اللي كان نشوفكم فيديو جديد
قالت لي تقريبا هذا الفيديو فيديو اخر تقريبا ثلاثه فيديوهات ونسالو من الهند ونمشيو لدول اخرى. هما هادشي اللي كاين، نشوفكم فيديو جديد، باي. Ooh.